هنالك اليوم من يدعو شباب المسلمين وعامتهم إلى سلوك المناهج الوافدة والمناهج الحزبية وجعلهم في أحزاب وجماعات، ويقول أن هذا هو الطريق الصحيح كالانضمام إلى جبهة النصرة وداعش وتنظيم القاعدة والإخوان المسلمين. فما سماحتكم، جميع الفرق هذا اليوم كلها ضلال. هي نظرت إلى نظر فاحصة وجدت أنها لا تمت لتمثلة، وأن منهم تقمصوا الإسلام لآرائهم وأوائهم وخداع الناس، وإلا أبغى ضلال. استباحوا الدماء، انتهاكوا الأعراض، نهبوا الأموال، أسلوا في الأرض، سبقوا الدماء بلا حق. هذه كلها يا إخواني مناهج باطلة، وراء من وراءها لا خير فيها ولا ثقوا بها ولا بأهلها.